احسن طوموبيل هي الكاتسانكر. نجيب لي كاتسانكر باشي دوك غدوة نهدر معك من نظرها. اكيد انك سبق لك وشفت هذه السياره على الطرقات الجزائريه، وفي الغالب تحمل ترقيم 34. رانا في بلديه ولاد دحمام في ولايه برج بوعريريج، واللي اشتهر سكانها بحبهم الكبير لهذه السياره ويعتمدوا عليها في كل تجارتهم وتنقلاتهم. يلا نتعرفوا مع بعض على قصه العلاقه التي تجمع سكان المنطقه بهذه السياره. سيارة 404 لنقل البضائع واحدة من أكثر السيارات شعبية في الجزائر، وهنا في منطقة ولاد دحمان يوجد منها المئات، لأنه أغلب السكان يمارسوا التجارة واعتمدوا عليها من بدايتهم. وحتى دي جي سنيك لما زار منطقة برج زمورة مسقط رأس والدته التقط صورة مع هذه السيارة اللي أصبحت رمز ثقافي وتاريخي يميز المنطقة. كلي اللي يروح لفرنسا يجيب كاتسانكات ويجيب موك على أزبيجان، يستمع 10 راجل. كتبوها من بكري مجدود، شغل الورد حاجة موروثة. كل دار تلقى فيها زوج ثلاثة، كاين دار اللي حتى فيها 4 5. نجيب لي كاتسانكات باشي دوك غدوة نهدر معاك من نظرة. 58 ولاية محوشين ولاد دحمان. يخدموا كاع التجارة، كل يخدموا يبيعوا يشيوا. واحد يخدم غربال، واحد يخدم الكيكوطة، واحد يخدم الزورة. وهنا اللي ما عندوش كاتسانكات تسمى شغل ما عنده والو. هي مصدر رزق كيما نقولوا حنايا للناس، وكاين ناس بزاف كيما نقولوا يديماروا بها، واليوم راه ما راس مالهم كيما نقولوا حنا ما يكسبش. سيارة 404 بأنواعها المختلفة أنتجتها شركة بيجو الفرنسية بين 1960 و1978، واستمر إنتاجها في بعض الدول مثل كينيا حتى عام 1991، وحققت السيارة شهرة كبيرة بفضل صلابتها وأدائها العالي، وهو الشيء اللي خلى أهل هذه المنطقة يعتمدوا عليها حتى ليومنا هذا. الميكانيك هذه تاعها سهل، وبالنسبة للسائق ثاني وين يمشي بها ما يخافش، بكل وسيلة تقدر تديباني روحك وتمشي بها وين تحب. تمشي بها الجبل، تمشي بها طريق البيس، تحوشناها كاع. تلمسان، مغنيه، سبدو، العريشه، تونان، باب السياره. احسن طوموبيل هي الكاتسانكات، باشي ولا طويله. 83 ورحت كاتسانكات 63 وكينجور. رحت لتامر راست. وانت شاركنا رايك في القصه وقلنا اذا تعرف مناطق اخرى مشهوره بسياره معينه.